الاستراتيجيه. شرح سريع عن الوتر كان في سابقا بس جاء مثل في بالي وقلت قد قلت قبل زي الرباط عند اللاعبين، ممكن اللاعب يعالج رباطه ويدخل اهداف ويحقق كاس العالم رونالدو وغيره، بس الفكره انه هل رجع مستواه زي ما كان قبل؟ هل في لاعب واحد سوى عمليه رباط ورجع زي ما كان قبل واحسن؟ نادر جدا وشبه حتى معدومه ومستحيل. فممكن يرجع بعض الحالات ويبدع، وغالبا ما راح يبدع، لكن في استثناءات بسيطه جدا انه يصير احسن مكان. فكره الوتر، الوتر في الخيل اردى من الرباط في البشر، ان الرباط ممكن الشخص اذا ممكن ما كان مثلا فرضا لاعب كره يخليه بدون عمليه، الحصان اذا وتر وما عالجت الوتر ممكن ما عاد يمشي ماشي مطلوب بالشكل المطلوب يطلع. اثنين، وزن الحصان كبير جدا ثقيل جدا مقارنه بوزن اللاعب لما يلعب، فالضغط على الوتر يكون مره قوي، فلا تصدق انه يرجع كما كان، ممكن يتحسن لكن ما يرجع كما كان بالضبط. والدليل على هالموضوع عطني حصان واحد فقط بطل يعني عبر التاريخ، نورثن دانسر سي بيسكيت، الخيل هذه اللي مره حققت يعني انجازات قويه جدا في سباقات السرعه، وتر وبعد الوتر استمر وسوى الانجازات هذه. اغلب الخيل اللي ممكن تسابق، معنا صعب بس ممكن تسابق وتسوي الى حد ما، هو حصان يكون في ميدان قوي جدا مثل ميدان فرضا في الرياض، فرضا حصان قوي وغالي ومستورد وتر، يؤخذ الحصان يعالج ثم يسابقون فيه بقرى يعني ميادين ضعيفه الخيل اللي فيها مقارنه فيه، فيفوز لانه ما يبذل مجهود، الخيل اللي معه ضعيف فما ما يبذل مجهود قوي فما يعور نفسه. اما نفس الحصان في نفس المستوى مع نفس الخيل يحقق نفس الاداء او حتى احسن، 0% من الحالات موجود الشيء هذا. استقل لاعبين كره القدم، رونالدو مثلا عقب ما جاء الرباط البرازيلي جاب كاس العالم ما الى اخره، بس اذا قارنت مستواه مثلا يمكن انتر ميلان او برشلونه قبل كان احسن صح، مقارنه بالباقي ما زال جيد بس مقارنه بنفسه اسوء بكثير. نفس الموضوع ينطبق على الخيل، يعني يعود كما كان مستحيل. زي ما قلنا استثناء وارد، يعني حصان قوي وتعور ما رجع زي ما كان، بس الخيل اللي حوله ضعيفه فحقق، وارد حصان تمت معالجته وحقق نتائج جيده في تحمل او قفز بس ما يتطلب مجهود قوي، يعني لو كان حصان موتر بيكون اداء احسن، وارد. اما نفس الحصان في نفس الحاله رجع مستواه زي ما كان بالضبط او احسن، ركز معي 0% من الحالات، 0% من الحالات. طبعا الكلام هذا ليش اقول، لانه باختصار لما يكون حصانك عندك ووتر طبيعي انك تحاول تعالجه، هذا مطلوب يعني، بس لا تتوقع ان الحصان ممكن يرجع كما كان، تظلمه شغله شغل قوي او تظلمه بتعور الحصان نهاية، تلوم الشخص اللي عالج او تلوم نفسك، بالنهايه اللوم يقع عليك وعلى اللي عالج وليس على الحصان، الحصان لن يعود كما كان، فلا بد يكون له تشغيل معين. اثنين، لما تشتري حصان يقال لك انه كان موتر وطاب، ما في شيء اسمه حصان كان موتر وطاب، كان موتر يعني موتر، نعم اقل مكان تخف الاصابه الى حد ما يتحسن، ممكن يحقق بعض الاشياء في التحمل والقفز، ممكن اصلا يعني في امور معينه زي التحمل والقفز الى حد ما، بعض انواع الماراثون ما في ضغط قوي على الوتر وعلى القوائم، اكثر الشغل على العضل الى حد ما، يعني حصان اقوى شيء يسويه واسع وهد سريع ممكن يمشي حاله، اما في سباق السرعه الحصان يفتح فتح باقصى ما عنده مصيبه. فلما تشتري حصان يقال لك انه موتر وراح الوتر، ما في شيء اسمه موتر وراح الوتر، موتر ما زال الوتر موجود فيه، فيبغى له نوع معين من انواع التمرين. الان ممكن تشتري حصان موتر، نعم اذا كان هدفي مو بركوب ضغط سباقات سرعه وغيره والحصان زين يستاهل، ليش لا؟ بشتري حصان وانا مهتم بسعره لما ابيعه، ليش لا؟ حصان مره عاجبني فرضا، او بشتري حصان مستواه مره قوي وحتى عقب الوتر بيكون احسن من الخيل اللي ناوي اسابقها انا فرضا او انافسها، ما يمنع. اما اشتري حصان في نفس مستواه السابق ابغى يرجع كما كان، هذا قاعده ترى مستحيل. هذا رايي في الموضوع ده المستوى.